فعالية تأبينية فنية وثقافية في مدينة سيئون، تخليدا لذكرى الفنان أبو بكر سالم بالفقيه الذي مضى على رحيله ما يزيد على 40 يوما، حيث استمرت الفعاليات والأنشطة احتفاء بواحد من عمالقة الفن اليمني والعربي، ووفاء لإثرائه الساحة الفنية بإنتاجه الغزير. هنا في المركز الثقافي بدأت فعاليات التأبين في اليوم الأول، حيث دشنها وزير الثقافة مروان دماج وأعضاء السلطة المحلية بمعرض صور الفنان الراحل، جامعة بين الماضي والحاضر، وأيضا أبرز ألبوماته الغنائية، بالإضافة إلى الأوسمة والشهادات التي حصدها في مسيرته الفنية. إن أبو بكر هو، أنا في تقديري أنه ما تركه هو فن، واحد من الفنانين الخالدين في تاريخ اليمن والمنطقة العربية، وهو سيبقى وسيخلد تاريخه الفني وصحبه أجمعين. اليوم الثاني تواصلت الاحتفالية بذكرى رحيل فنان اليمن الكبير بندوة ثقافية جاءت تحت عنوان علم من أعلام الأدب والثقافة. شارك فيها 8 أدباء وناقدين في الفن أثروا في قراءاتهم الفنية وتحليلاتهم لبالفقيه لحنا وشعرا وطربا. هذه الشخصية فعلا لا يمكن أن يتوقف الحديث عنها، لأنها شخصية موسوعية ليس في مجال الفن والغناء فقط، وإنما في كل أوجه الحياة الثقافية. رحم الله الفقيد أبو بكر سالم. في مسقط رأس الفنان الراحل أبو بكر سالم في تريم آخر المحطات حفل التأبين، تخلله العديد من الكلمات والقصائد من شعراء وادي حضرموت في رثاء الخالد بالفقيه. هذا التراث الذي خلفه الفقيد أبو بكر سالم الفقيه تغلغل في أعماق الناس، تغلغل في وجدان الناس، تنقل من المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي والعالمي. فرقة الدان الحضرمي قدمت وصلات فنية من التراث الشعبي، خصوصا الدان الحضرمي الأصيل، واختتم الحفل بتكريم أسرة الفقيد أبو بكر بالفقيه وعدد من المشاركين في مهرجان التأبين الذي استمر 3 أيام. يكتب اليمنيون اليوم تاريخا جديدا لأبو بكر سالم بالفقيه، بدأ بعد وفاته كما بدأ يوم ميلاده هنا في مدينة تريم. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة تريم حضرموت.